اولا اليوم كنخلدوا هاد الذكرى العشرين لخطاب صاحب الجلاله بجهه الشرق بكل فخر واعتزاز. هو خطاب رسم معالم الجهه، خطاب كله اوراش، خطاب كله مشاريع كبرى التي انجزت بالجهه والتي سهر عليها صاحب الجلاله بصفته الشخصيه على تقدم وانجاز هذه الاشغال. اليوم كما استمعتم لكلمة صاحب الجلالة التي ألقاها صاحب الجلالة في 18 مارس 2003، يعني جميع النقاط، جميع المحاور، جميع خارطة الطريق اللي رسمها سيدنا الله ينصره للجهة كلها اليوم أنجزت بفضل هذه الرعاية المولوية لهذه الجهة. هي منطقة حدودية، هي منطقة كانت معزولة، ولكن اليوم الحمد لله بفضل العناية المولوية وبفضل الخطاب الملكي اللي رسم الخارطة ديال المستقبل ديال الجهة، اليوم كنشوفوا الجهة كترتبط بباقي الجهات المغربية بالطريق السيار، بالطرق السريعة، بالربط الجوي، بالربط البحري، بالربط الطرقي، بجميع بالطرق الجوي، كذلك بجذب استثمارات كبرى بمحطتين سياحيتين كبريتين، بسدود. يعني الجهة تغيرت، الجهة أصبحت تنافس باقي الجهات المغربية. بالميناء الغرب المتوسط الكبير هو مشروع ملكي كبير، الجهة ستقول كلمتها في السنوات المقبلة إن شاء الله. هي رسالة كذلك للشباب الذين تخلقوا بعد 2003، هاد الشباب اللي اليوم العمر ديالهم 20 سنة أو أكثر بشي شوية، هاد الشباب ما كانتش عندهم الفرصة باش يعيشوا هذيك اللحظة التاريخية. اليوم هاد الذكرى العشرين هي رسالة لهاد الشباب كذلك باش نذكرهم أن هاد الجهة إذا كانت تقدمت، إلى هاد الجهة كانت عرفت هاد التنمية اللي اليوم كيشوفوها هاد الجيل هذا، كانت بفضل الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة ب 18 مارس 2003 هنا بمدينة وجدة. وشكرا.